السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش رجعنا لكم تاني، الحلقه السابقه طولت شويه وبنستكمل تاني لان لسه اخطاء شائعه كثيره جدا. لكنك هي نفسها لكنك ولك. اذا اتصل الحرف اللام بكاف الضمير، بكاف الضمير ما لا يجوز وضع الياء. كذلك اذا اتصل حرف اللام بهاء الضمير لا يجوز وضع الواو. يقول لي ايه له؟ يروح اعمل كده له، وكثير تكتب بهذا الشكل له. خطا. امال ايه الصح؟ يقول الصح: اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. له اصلها ايه؟ لام، حرف اللام واضيفت اليه هاء الضمير. له، له. لو كتبت له واو انت جمعت الواو دي ايه؟ ليست من اصل الكلمه اصلا، لان انا لو حذفتها لا تؤثر على الكلمه. يبقى ما فيش مد هنا بالواو، يبقى له. لك هي نفسها لك. معك كاف اهو انتهت، اتصل بكلمة مع حرف الكاف، يبقى لا يجوز وضع الياء. معك لا، لا يجوز. الكثير منا كمان يخطئ في حاجات كتير جدا هنقول عليها حالا دلوقتي. الكثير منا يقول ايه؟ لا تنسى ذكر الله. جميل، جميل جدا. لا تنسى ذكر الله، وروح جاي كاتبها لي بالشكل ده. القلم الاسمر ده قوي جدا للاسف. انا عندي مشاكل في ايدي بس الله المستعان. لا تنسى ذكر الله، روح جاي كاتبها لي كده. لا تنسى، لا تنسى ذكر الله. لا تنسى فعل أمر. الفعل الأمر يحذف منه حرف العلة إذا سبقه لا. يعني إيه يا أستاذ؟ وإيه حرف العلة ده؟ حرف العلة حبيبي هي حروف المد: الياء والألف والواو. هذه هي حروف الإيه؟ العلة. طب تمام، فعل المضارع بنقول ايه؟ الفعل المضارع المجزوم. مجزوم يعني ايه مجزوم؟ يعني سبقه حرف من حروف الجزم، ومن حروف الجزم لا. لا في لام نافية ولام ناهية. لا تنسى، يبقى لما يجي لما يقول لي لا تنسى يبقى تنسى اهي. تن س، لا تنسى ذكر الله. تمام. امال دي ايه؟ ما تنفعش؟ تنفع وتبقى صح، بس بشرط اذا وضع تحتها ياء.
أصبحت الكلمة للمؤنثة لا تنسي ذكر الله. هنا ياء المخاطبة، ياء الهي المخاطبة للمؤنثة لا تنسي ذكر الله. أما للرجال لا تنسى ذكر الله. كذلك لك إيه أخطاء برضو شائعة، صلي على النبي، صلي رجع عمل كده، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلي يجوز أن تكون صح ويجوز أن تكون خطأ. إمتى تكون صح؟ إذا كنت بأمر أنثى والله صلي على النبي، هنا لازم يوضع نقطتين عشان أفرق ما بين الياء دي، ياء كلا ياء من غير النقاط دي بقت ألف مقصورة. ركز، صلي على النبي بقى أنا بقى إيه؟ بتحدث مع إيه؟ أنثى مؤنثة. طيب بأمره بقول لها صلي على النبي. طب وإذا أمرت الرجل؟ لا، صلي على النبي صد ولام فقط، صلي صلي على النبي. تمام. في كمان حاجة، اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر، اتق الله. يا تعرف تقول لي أنهي كلمة في دول للمذكر وأنهي كلمة للمؤنث؟ برافو عليك، ما شاء الله ما شاء الله يا ريتاش، ريتاش حبيبة قلبي بنت أخت المدام، ما شاء الله عليها، ربنا يحميها يا رب. اتق الله أنهي واحدة في المؤنث؟ اتقي لي ولا اتقي لي؟ برافو عليك، اتقي هنا لان ياء مخاطبه للمؤنثه، اتقي لها يا ريتاج. ممكن يوضع نقطتين هنا ريتاج. هنا بقى اتقي لها، ها اتقي لها يا محمد، محمد رضا. اتق الله يا محمد، يبقى هنا بخاطب مذكر فبحذف حرف العلة، وإذا خاطبت المؤنث وضعت الياء، الياء دي ليست حرف علة، وضعت الياء. طيب لسه في كمان والله كتير. اتصال حرف الجر باء بالضمير، وحرف الجر عن بالضمير، وحرف الجر في بالضمير، وحرف الجر إلى بالضمير، وحرف الجر على بالضمير،
وحرف الجر من بالضمير. ركز معايا، حرف الجر الباء بتاع حرف الجر مكسورة، إذا اتصل بها ضمير بيكي، خد بالك أنا بتكلم عن الأخطاء أهو، بيكي كاف فقط تحتها كسرة، لأن هذا ضمير لا يجوز وضع بعد الضمير ياء. ليه يا أستاذ؟ ما أنت لسه بتقول اتقي ووضعت الياء، هي اتقي حرف ده فعل، أنا بقول حرف جر، يبقى بيكي أهي الكثير يكتب بهذا، وده ممكن ساعات يروح جاي مزود لي ياء كمان، بيكي خطأ، بيكي. طب لو قلت إيه؟ بيكا، بيكا يا ابن عبد الله، أهي بيكا، نفس الكلام، عنكي كاف فقط كسرة، فيكي ده في يا استاذ حرف جر، فيكي اخرها ياء، فيكي. طب الى، هي الى يا استاذ فيها ياء، الى فيها الف مقصور، لكن اذا الف مقصور عندهم نقاط، اذا اتصل بها اي حرف تقلب الالف المكسوره الى ياء، يبقى اليك الكاف اتصلت بها إليكي. أنا بركز على المؤنثة لأن الكثير منهم يكتبون بهذا الشكل، إليكي عليكي نفس الكلام، على ألف مقصورة، دي ألف مقصورة اللي عاملة زي الياء بدون نقاط، ألف مقصورة، إذا اتصل بها ضمير وضعت الكاف وأصبحت دياء، عليكي نفس الكلام، منكي طيب كده، يعني نقول لسه في برضه الاخطاء البسيطه اللي احنا ممكن نتجاوزها او نتجنبها. حروف الجر، طيب اذا اتصل بها ضمير لا يوضع بعد الضمير شيء خالص، سواء بتخاطب انثى أم ذكر، ولد أو بنت، مؤنث أم مذكر، تمام؟ طيب طب حرف الجر لام، هو لام حرف جر، لام طب اللام إذا اتصل بها ضمير، إذا اتصل باللام ضمير يوضع الضمير فقط، لك، لا مش لك، لكي، لكي، عرفنا ده الجزء الثالث، عرفنا أخطاء كثيرة جدا ومن ضمنهم كلمات برضو اللي هي حينئذ، حينئذ في التنوين يروح جاي كاتبها لي كده، وحينئذ مثلا، تمام، وحينئذ كلمتان تم دمجهما معا، تكتب ازاي؟ حين حي نا اذ، وتحذف النون، حين اذ اذ، طب الهمزه احطها ازاي؟ حين اذ، يبقى الهمزه هنا مكسوره ولا مش مكسوره؟ مكسوره، تكتب الهمزه على نبرة إذا جاءت مكسورة، حين إذ، طيب هنا حين إذ، لو قلت حين إذن
اعمل كده. لا حينئذ تنون بالكسره ما يزودش النون، ركز. وقت اذن، وقت وقت اذن، برافو عليك. طيب ساعة اذن، طب هكتبها ازاي يا استاذ؟ تاء مربوطة بينها؟ لا احنا بندمج الكلمتين مع بعض. ساعة اذن، تمام. نكتفي بهذا القدر. اي استفسار اي تواصل 010-211-6994 او من خارج البلاد زائد 2 او زائد 2 010-211-6994 ورقم اخر. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.